الحمد لله، مبروك على الشعب الرجوي بهذا الانتصار العظيم من قلب الجزائر. وهذا الشيء ما غريبش على الفريق ديالنا اللي هو الرجاء الرياضي العالمي، اللي فريق ملف يلعب على الالقاب. بالنسبه اليوم الدراري لعبوا بواحد الحكامه، بواحد الرزانه، والحمد لله جابوا انتصار من قلب الجزائر ومع فريق اللي عريق. الحمد لله هذا الشيء كيبشر بالخير. الحمد لله اليوم فريق الرجاء البيضاوي حقق انتصار مهم، نتيجه واداء. واخا كان الشوط الاول شويه ماشي هو هذاك، ولكن بفضل اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي بالفضل ديالهم تمكنوا من الانتصار اليوم. النتيجه تتفرح الجمهور المغربي وفريق والجمهور الرجاوي الشعب الرجاوي. الرجاء معروف على انك تجيب الرباحات من خارج ارض الوطن، ومزيان بعدا مني لعبوا في كتيف مزيان اللي اللعابه اللي هما تيتيلير، والسلام يبين على انه عنده فريق يقدر يتنافس عليه. واخا ربحنا وتهنينا من ان الروتور غنلعبوا مرتاحين، الحمد لله على هادشي كامل. بالنسبه للماتش اليوم فشلنا ماتش مزيان، لعبوا بديك الطريقه اللي خصهم يلعبوا، واخا الميطه الاولى كان شويه ديال النقص، بطبيعه الحال باقي ما نسيناش انه خصنا انتدابات وخص المكتب يتحرك في هذا المجال، لان تقريبا ما بقاش بزاف وانتدابات ضروره قصوى. دابا انتدابات ضروريه في هذا الميركاتو الشتوي، الرجاء عاطيه انتدابات من العيار ثقيل، خاصه انتدابات من العيار ثقيل، حتى تلعبوا على ثلاث واجهات محليه وفي عصبه الابطال الافريقيه وفي كاس العرب. ما نخرجوا على الموضوع التقني ديال المقابله ونهضروا في اللي هو الموضوع الشائع اللي كاين دابا هو ديال الزيات. الزيات كنقولوا لك الله يجازيك بخير، الله يوفقك في اللي كانت شي مهمه ديال في العمل، الله يعاونك فيها. وكنتمنى اللي غادي يجي ان شاء الله في المكان ديالو يعرف ان راه السبونسوري الاول ديال فريق الرجاء البيضاوي هو الجمهور ديالو. اذا فكروا في هذا الجمهور المسكين اللي كيضحي بالغالي والنفيس، والحمد لله راه المداخل طلبوا منا زياده في التذاكر، احنا مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. طلبوا لنا اي حاجه، كنطلبوا انتدابات تكون في المستوى، الا طلبتوا منا اي حاجه احنا مستعدين. اذا الرئيس اللي جاي الله يجازيك بخير قد المسؤوليه، وهذا الفريق راه حشومه وعيب نلعبوا على لقب ولا جوج الالقاب، راه خصنا نلعبوا على ثلاث الالقاب اربعه الالقاب، لان فريق مرجعي، فريق عالمي بما تحمل الكلمه المعنى. وشكرا.